السلام عليكم، مرحبا بكم. نتمنى يا ربي كاملين تكونوا على خير وبخير والصحة الجيدة يا ربي. اليوم غادي نشارك معكم صفوف ولا سلو بطريقة سهلة اقتصادية. عندي 400 غرام ديال الجنجلان، عندي 500 غرام ديال اللوز، عندي 500 غرام ديال الشوفان راه محمر، عندي 500 غرام ديال الجنجلان محمر، عندي كيلو ديال الدقيق محمر، عندي القرفة، عندي المسكة الحرة، عندي الجوزة، عندي حبة حلاوة، عندي النافع، وعندي العسل والزيت. عندي 250 غرام ديال السكر كلاصي، 250 غرام ديال الزبدة والزيت وشوية الملحة. الزنجلان حيت منه هذا خليته صاين، والباقي غادي نطحنو حتى يخرج الزيت ديالو. غير الزيت ديال الزنجلان، زيت ولا زيت لا والو.
نفس الطريقه ديال اللوز، حتى هي غادي نحنو النص، غنحنو النص غادي نهرمشو. هو طلق الزيت ديالو ولا بحال املو. هذا غير هاد مشتو، نضيف الزنجلان صحيح، نضيف جوج معالق ديال القرفة، جوج معالق ديال النافع، عامرين حبة حلاوة، واحد كوزة كبيرة حكوكة، ومطحونة، عندي مسكة حرة مطحونة مع شوية ديال سنيدة ديال السكر، واحد 10 حبات هكاك. مع شوية ديال الملحة، نضيف العسل، على حسب الرغبة، دي الزبدة والزيت، دوتهم حيت الكوشة اللي كتكون على الوجه. تنقلكوها مزيان وكنقلكو فيها حتى تولي معلكة. كيجي معلك غزال، كيجيش باين فيها لا شوفان لا زريعة الكتان.
غير جربوا والله الا كيجي غزال، اللي كياكلو ما كيعرفش شنو فيه، كيجيب الله كله اللوز، غير اللوز بوحدو. زين على حسب الرغبة، كل واحد واللي بغى كيفاش يزين الطبق ديالو. الشكل النهائي كي جا